يا رب يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. انت خارج من الليلتين في أمانة الله؟ مش خارج مع دلعت أمه. مش وقت الكلام ده يا دردري. أحب على إيه؟ الحجراني الحجراني دردري البنت سخسخي دي يا جالد إنها حب فوجيها دلوك. خلينا نلحق نروح المستشفى نطمن على بكر حصل له إيه. استر يا رب. خير يا دكتور. ابني مات. ايه الاصابه؟ هو للاسف ان الاصابه قد اللي شلل. لا يا دكتور خد اللي انت عاوزه بس حاج اعمل معروف يا دكتور. اصبر يا حاج واطمن العلاج هيطول معانا حبتين. اطمن عن اذنك. قلبي عندك يا بدردير. بس لو ما كانش الفالح هو اللي اتصاب. خدت رجلي وديته فين يا غريب؟ وبعدها معاك يا فريده. ما تعجلي امال. وهو اللي جرى خلى فيا عجل. انا اللي بدي اعرفه خدت وديته فين وجرى له اللي جرى ده كيف. وبعدها معاك يا فريده. قدروا مكتوب يا بنتي. قدروا مكتوب. عجبك اللي جرى في دردادير ده؟ أهل المصايب محوطاهم من كل جانب والشجم محوطهم ولسه ما حنشوف. واني بإيدي إيه بس؟ بيدك كل حاجة. بيدك تقفي في وش غريب وتقولوا له لا. ما قدرش. ما هو كان هيطلقني ويهملني. هو قال لي كده. يطلقك أحسن ولا اللي جرى ده أحسن؟ تعبت السميع قال لي ان الجدع رجع داره مشلول. لكن ازاي ده حصل يا بكري؟ بلاش بلاش يا علاء يا ولدي تجدد المواجع. اللي حصل حصل. مقدر ومكتوب يا ولدي. ويا ريت على قد عياه وبس. دي مرته راكده من ساعه ما سمعت الخبر. ما هو البركه فيكي برضه يا حاجه. الله ما تشد حيلك امال يا راجل عشان الحاجه تطمن. الدكتور قال نسنده علشان يقعد لكن هو ما رضيش. كتر خيرك علاء. الله ما تقولش كده يا راجل. ده احنا اخوات وبكره ان شاء الله هتقوم بالسلامه. يعني عيطيب يا علاء يا ولدي؟ طبعا ده الدكاتره النهارده بيعملوا المعجزات. ده عالجوا يا ولدي. نصرف عليه من جنيه الالف. انا اول واحده مستعده ابيع مصاري وكل اللي حلتي بس يطيب. لكن اللي مزعلني انه قاطع الزاد يا ولدي. لا بقى يا بكر لو عايز تخف بصحيح لازم تتغذى كويس وتاخد الدواء في مواعيده. عجيب الوكيل علشان ياكل وانت قاعد. اتفضلي. قوم يا راجل قوم بلاش كسل يا بكر. قوم قوم عشان تعرف تاكل. ربنا يطمن قلبك على. وهفتح لك كمان الشباك. لا تفتح هذا الباب فالموت يرفرف بجناحيه السمين على من يعكر صفو الملك واللعنة على من يفتح هذا الباب. كلام اللي قلته دلوقتي مكتوب على الحجر ده؟ ايوه. انت جبت الحجر ده منين يا بكري؟ انا كان قلبي حاسس. انت عايز ايه تاني يا خواجه؟ مش كفايه اللي احنا فيه؟ اللي احنا فيه ده من مكرك يا غريب. عاوز تاخد كل حاجه لنفسك. عيب يا خواجه. الراجل فينا بتربط من لسانه. قلت لك هتاخده الذهب يعني هتاخده خلاص. امتى يا غريب؟ امتى؟ يا عادل انا قصدت ان اسمعه اللي مكتوب على الحجر ده. عاوز اشوف اثر الكلام ده عليه. يبقى ارتباك بكري بالشكل ده لتفسير واحد انهم عرفوا الطريق للمقبره اللي انت بتدور عليه. فعلا لان العباره دي بالحرف الواحد كانت مكتوبه على البرديات اللي خدتها من الدكتور عزت غالي. ده حتى رسم الحجر
كان مرسوم فيها بالملي. يعني انت عايز تقول ان بكر وغريب من لصوص المقابر الفرعونية؟ ايوة يا عادل، وللأسف اللي اتخدعت فيهم ووصلت غريب من غير ما اقصد للي هو عاوزه. طب وايه العمل دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه؟ عايز تبلغ عنهم؟ مش قبل ما اتأكد عادل، بقول ان جايز لقيوا الحجر دوت بطريق الصدفة، مين عارف؟ طب وهتتأكد ازاي؟ بإننا نعمل المستحيل عشان نوصل للمقبرة دي، نشتغل ليل ونهار. شدوا حيلكم يا رجالة. ظاهر ولد الصابر مش ناوي يجيبها لبرا عوضين. الأكاد أن الراجل ما عادش بينه وبين المقبرة إلا فركة كعب. هذه المصيبة، بقى تعبنا كله حيروح على فشوش ويجي حضرته ويأكلها زي البيضة المقشرة. وبعدين إيه العمل يا عوضين؟ الله، أنا جيت أقول لك لأجل ما تتصرف. اطمن، غريب هيتصرف يا عوضية. احنا لو وصلنا الحفر بالحماس ده اكيد هنوصل للمقبرة كمان يوم او يومين بالكتير. فعلا علاء، فعلا واضح ان احنا على بعد خطوات منها. يا رب توصلوا لها عشان ترتاحوا بقى. ايوة دعيلنا عز عشان ربنا وفقنا. ان شاء الله ربنا حيوفقكم على قد تعبكم ده. يا عزة، من جهة التعب احنا تعبانين وهلكانين. انا اكيد خدت ضربة شمس اكيد. الو، اهلا يا عبير. لا الحمد لله احنا كويسين، ازيك انت؟ مش ناقصنا الا انت يا ست. حاضر، عادل معاك اهو. الو، اهلا اهلا بست الكل. ازيك يا عبير؟ اعمل ايه يا ستي؟ علاء محدد اقامتي هنا. ما انت عارف انه ما بعرفش يعمل حاجه من غير. اهو هيقول لك بنفسه اهو. خد علاء. الو، اهلا، ازيك يا عبير؟ اخبارك ايه؟ لا عادل مش هقدر اسيبه دلوقتي. لو وحشك بصحيح تعالي انت. طيب عادل معاك اهو. بقول لك يا عبير، خدي اول قطر وتعالي على طول، انا هستناكي في المحطه. ما انت عارفه يا حبيبتي ما عندناش وقت. طب ما انا بعمل كل ده علشانك، علشان تبقي زوجة راجل مهم. الدكتور يا فندم قرب يوصل للمقبره اللي بيدور عليها من زمان، انا سمعته بيقول كده. يا ريت، ده اللي احنا عايزينه. وغريب مفيش اخبار عنه؟ غريب يا فندم بطل يجي من ساعة اخوه منصار، ظاهر يا فندم انه خايف على روحه. على كل حال احنا مش لازم نطمن له ابدا، لانه في منتهى الخطورة. عبد الموجود يا فندم ماشي وراه خطوة بخطوة، وانا ماشي مع الدكتور، وان شاء الله هنوصل للمقبرة قبل غريب ونخش قبليه كمان. انا قررت اسلمك كل التحف اللي عندي دلوقتي، واخلص على الدكتور علاء، وطب على مقبرة الملك واجيب كل اللي فيه. أكيد الأوضة دي فيها حاجات تجنن. هي تجنن بأجل. أمال أنا عايز أخلص على الدكتور علاء ليه؟ مش قبل ما يوصل ليها قبل مني. وإزاي هتخلص عليه يا غريب؟ إزاي؟ ده شغلاني بقى يا خواجه. كل اللي مطلوب منك دلوقتي إنك تبعت شوية جوابات بالخواجاتي باسمه،
يتفهم منها انه بيشتغل معاكم. طب اسمعي فريدة، انا عايزك تجرجري بكري في الكلام وتعرفي منه ايه اللي حصل بالظبط يوم الحادثة. اصل الكلام اللي بيقوله ده مش داخل دماغي خالص. سألته ياما، مفيش في وجهه غير مجدر ومكتوب، عايقول انه كان قلبه حاسس. هو ده الكلام اللي قاله بكري يوم ما لقيت الحجر على سريره؟ ده ماهوش سريره، ده سرير غريب اخوه، وبكري راجد عليها من ساعة اللي جرى. انا متأكد ان غريب ورا كل اللي بيحصل ده. ايوه، هو قص الفساد مفيش غيره. داني مش طايقه وشه من بعد اللي جرى لبكري بسببه. ما تقوليش كده يا فريد، ما تقوليش كده. انت لازم تقفي جنبه تديله الامل. الطب بتقدم دلوقت واكيد حيرجع زي الاول واحسن كمان. فريد عشان خاطري يا اختي، اجمد اجمد يا فريد، ما تعمليش في روحك كده. خاطرك على راسي يا اختي. اما جوم اروح بقى ليسال عليا ما يلاقينيش في ريحه ويزعل. طيب يا فريده مع السلامه، وما تبقيش تتاخري علينا. الله يسلم. مع السلامه. فوتكم بعافيه وسلمولي على اما زكي. شد حالك يا اختي، مع السلامه. ما انتش عايز حاجه يا سي بكري؟ عايز سلامتك يا فريده، ما تتعبيش روحك لاجل ما تحافظي على ابننا. وعرفت منين انه هيجي ولدي يا بكري يا اخوي؟ املي كبير ان ربنا يرزقنا بصبي لاجل ما يبقى سند ليكي من بعدي. ما تقولش كده يا سي بكري، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا، ويجازي اللي كان منه السبب. وبعدها معاك يا فريده، وبعدها معاكي. ما تاخدش على خاطرك منها غريب، دي هتتكلم من زعلها علينا. اطمن يا بكري يا اخوي، أنا ما يهمنيش حدا في الدنيا غيرك، بس عايزك تشد حيلك أمال، وإن شاء الله أول ما أخذ الحاجات اللي موجودة في المقبرة أخذك وانطير على بلاد برا. بلاد برا نوبة واحدة؟ هي أمال، لأجل ما تتعالج وتطير. واهو ننزل عند طليقة علاء يومين ثلاثة تتمتع بالدنيا وتشوف هي. طليقة علاء؟ وإحنا مالنا في طليقة علاء ننزل حداها؟ إيه يا بكري يا أخوي، ما هي اللي عزماني ايام ما كنت بفرجها على الاثارات هنا، ادتني العنوان بتاعها. يعني يا فكرك في امل اطيب يا غريب. امال ايه يا بكري يا اخوي، الطب بتقدم قوي 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 دلوقت، وقيت ما هناك المسعله محتاجه قرشينات، واحنا ان شاء الله هتبقى الفلوس معانا زي الرز. بس المهم نخلص من الجدع اللي اسمه علاء ده. ما كفايه اللي اخذته يا غريب، وكفايه اللي جرالي. اللي اخذته أنا اللي خدته يطلع إيه جنب الحاجات اللي شفتها يا بوي. بس لو ما كنت شفتها بعيني دول كان زمان ناري بردت. تعرف لو الدكتور علاء وصل للمقبرة دي قبل مني. طبعا يا غريب دي أرزاق، وانت خدت نصيبك وكفاية لحد كده. لا 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 يا بكري، لا لا يمكن ده يحصل ابدا. انا لا يمكن اتنازل عن الاثارات دي لاي مخلوق في الدنيا طول ما انا عايش. وانت بيدك ايه بس يا اخوي؟ انا بيدي هعمل له خيه ما تخرش منها الميه، وهلبس التهمه اللي كان عايز يلبسها لي، وازيحه من طريقي ويخلال الجو يا بكري. ما هو يعني يهوي. عبير. اهلا يا عزه، ازيك؟ وحشاني. ايش اكتر؟ عبير على السلامه. الله يسلمك. ادخلي. ازيك يا بس؟ ازيك انت؟ ماما ما كانتش موافقه ابدا النادي، لكن انا صممت. اصلك وحشاني قوي. انا برضو اللي وحشاني قوي. انتوا الاثنين طبعا. امال فين علاء؟ راح الجبل كالعاده. طيب عن اذنكم اروح احصله. مش تقعد ترتاح شويه؟ اعمل ايه بس في صديق عمري؟ اعمل ايه؟ لا راحة الا بعد الوصول للمقبرة الفرعونية. تعالي انت كمان بقى عشان ترتاحي شوية. يلا. لاني مش قادر افهمه، كيف بس احط الشنطة دي في اوضة علاء ولد سابر؟ كيف؟ والاوراق دي كمان. ايوه،
أنا أدخل البيت كيف من غير رسيسة؟ الرسيسة موجودة يا عوضين. بح، قصدك مين؟ الروايح اللي بتشتغل حداهم في الدار، بس بعد ما تشبكها والشبكة علي. يعني علي أتجوز روايح؟ ده أنا عندكم عيال. ثم أتجوز روايح ليه؟ ده لا مال ولا جمال. ما قلتش تتجوزها عوضين، أنا قلت نشبكها وبعد ما تنفذ اللي احنا عايزينه نهملها. أيوة كان على كديه، ما عنديش مانع، بس يعني عتفتكر انها ترضى وهي عارفة ان انا متجوز وعندكم عيال؟ دي ما تصدق يا عوضين، البنت اصلها كبرت وفاتها سن الجواز. الفلوس دي عشان تشتري الشبكة وتعمل لها الليلة. ليلة ولا ليلة ولا حاجة، أصلاً مراتي شرانية قوي، ولو عرفت إن أنا هتجوزها هتطربق على نفوخي وهتخليها ليلة مطينة بطين. أنا ما يهمنيش تعمل ليلة ولا ما تعملش ليلة، أنا كل اللي يهمني إنك تنفذ اللي قلت لك عليه. أما الليلة الكبيرة يا عوضين هعملها أني لما اشوف علاء ولد سابر متلقح في السجن. والله ما كان على بالي ده كله، روح يا ناسيا لحبيبي وقوله عنيا في عينيك، كلمني حرام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، انت طلعت منين يا جدع انت؟ وكيف دخلت الجنانه دي؟ انا جاي اقول لك كلمتين واروح لحل سبيلي. خير ان شاء الله. روايح اني رايدك من زمان. اني ايوه اني بقالي يجي سنه واكتر وانا قلبي طاقق نار، وانت اللي مش حاسه بي. اتحشم امال يا جدع انت، اتحشم. اتحشم؟ ايوه، اذا كنت ناوي تلعب بدالك روح لحل سبيلك، إنما أنا طول عمري دغري وما يعجبنيش الحال الماير. أنا برضو رايح ألعب بديلي، وأنا اللي كنت جاي أطلب يدك. بتقول إيه؟ أيوه، كنت عايز أتجوزك على سنة الله ورسوله. هاني أنت بتقول إيه؟ تعال يا رايح. اتفضل اتفضل الشربات اتفضل. ألف مبروك يا روايح. الله يبارك فيك. ولو إني زعلانة منك عشان ما عزمتناش. اقعد يا روايح اقعد. معلش يا ست عزة، أصلنا عملنا شبكة كده سكيتي. معقول؟ ولا غنوة ولا زغروطة؟ طب ده أنت كنت بتقولي هعمل فرح ما حصلش. أعمل إيه غصب عني؟ أصل العريس متجوز ومراته نار على شرار بعيد عن السمعين. بتقولي متجوز ومراته شرانية؟ لا، لازم تخافي على روحك. اصل اللي زي دي لازم اكيد هتعمل فيكي حاجه لو عرفت، والعمر مش بعزاقة. لا يا عبير ما تخوفهاش بقى، مش للدرجات دي. لا الجردات دي واكتر كمان، ده عوضين ذات نفسه، عوضين بيرجف ويخاف منها، واني كل ما بسمع سيرتها جدتي بتتلبش. سامعه؟ يبقى صدقيني اهو بتقولك للدرجات دي اهو. ما هو الحلو ما يكملش. عوضين عريس زين ومكتدر، واني ما كنتش احلم بيه واصل، لكن اعمل ايه؟ على راي المثل صينيه كنافه وراها قافي. لكن انا وقت اللزوم ببقى قد مرات عوضين واكتر كمان. طب احكي لنا العريس شافك فين؟ كان بيطل عليا من سور الجنينه واني بلم الخضار، واني ما كنتش حاسه بيه واصل، ولما زهق حدتني. لا ده حب من اول نظره بقى. وبعدين كملي عشان خاطرنا. يلا يلا قولي قولي. يلا يا حبيبتي عشان خاطرنا. ما تخجلنيش امال يا ست عبير انت وست عزين. اشمعنى يعني مصمم ان دريحه يا سعوضيه؟ انا اقول لك اصلها بصراحه فيها شوية أثرات أنا كنت سارقها من أيام الشقاوي. أيوه عشان أما أتجوز أتأهل يعني أو ما تفك في تمنها.
يجتك ايه يا سعوضي؟ خوفتني. ما هو لو ام العيال عرفت ان انا هتجوز عليها هتبلغ فيا، وبدل ما اخش دنيا اخش السجن. بعد الشر ان شاء الله العدوين. عرفتي بقى انا ليه بقول لك دريها؟ لكن ليه مصمم اخفيها في اوضه سعلاء بيه؟ انا هقول لك اهو عشان نبقى في امان لحد ما يقول الاوان ونتاهل يا جميل. خلاص اطمن، حط في بطنك بطيخه صيفي. بس بقول لك ايه، لو حصل اي حاجه بعد كده اوعى تجيبي سيرتي. لا لو حصل هقول لا شفتها ولا رايتها. والمدعو علاء سابر الدكتور يزاول التهريب مشتركا مع احدى العصابات الدوليه، وقد مكنه من ذلك الابحاث العلميه التي يقوم به والتي جعلها ستارا لاعماله المريبه. والدليل على ما تقدم موجود بمنزله. يسلم قلمك يا وادي عوضيه. لا وإيه حكاية ستارة دي؟ عجباني قوي 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 قوي. والله دنت نهايتك يا علاء يا ولد سابر. والدليل على ما تقدم موجود بمنزل علاء صابر الأسيوطي الكائن بكفر الجبل مركز الأقصر. في توقيع على الورقة دي؟ لا. يبقى أكيد الشكوى دي كيدية. أنا معلوماتي عن علاء صابر ده إنه بيقوم حاليا بالتنقيب على المقبرة الفرعونية، والهيئة هي اللي قايمة بالتكاليف بتاعة العملية اللي قايم بيها. يبقى معنى وجود قطع أثرية عنده إنه وصل فعلا للمقبرة اللي بيدور عليه؟ أنا المعلومات اللي عندي بتؤكد إنه لسه ما وصلش لأي حاجة لغاية دلوقتي. طيب أمال تفسر بإيه وجود قطع أثرية عنده زي ما ورد في البلاغ؟ أنا شخصيا مش مصدق، لكن لازم نتأكد طبعا. ويريحني منها تاني، لو فضلت على الحال دي هتجنن. بنت يا روايه، انا هنا يا ست زكيه. باي هنا انت مليان جرايه يا بت. انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايه؟ ايوه حكايه تحفه فلشاره. كل ما ادى عليك لقيت في اوضه الدكتور علاء ليه؟ ان شاء الله انتصف نادر يا ست، ما فيش حاجه. داني كنت بطمن. تطمن عليه؟ بطمن على نظافة الأوضة. لحسن الدكتور علاء لو رجع ولقى الأوضة مش نظيفة هيزعل، وحضرتك عارفة إنه جاي من بلاد برا. وإيه؟ هقول لك إيه؟ انزل الجنينة هات قطفتين ثلاثة من أخويا نعملهم على ذكرين بطل. فوتي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. معقول شاب مثقف ثقافة عالية زي علاء صابر يشتغل في التهريب كمان؟ طب قلنا الناس الجاهلة ممكن يعملوا كده لأنهم مش مقدرين بشاعة عملهم، لكن علاء صابر أهو ده اللي مش قادر أصدقه أبدا. على كل حال احنا لسه ما تأكدناش يا فندم، رغم أننا متأكد مقدما أنه بريء من التهمة دي. أيوة بس احنا لازم نقطع الشك باليقين، عشان كده عايزك تستصدر إذن من النيابة بالتفتيش. طبعا يا فندم، ده اللي لازم نعمله. يا ندمي يا ندمي، دار جابر أبو حسين تتفتش على آخر الزمن؟ اهدي يا ستي شوية، اهدي عشان نعرف نشوف شغلنا. يا فندم مش معقول اللي بيحصل ده، أكيد في سوء تفاهم. صاحب البيت ده دكتور في الآثار، معقول هيسرقها؟ احنا عارفين كل ده كويس، بس بعد الشكوى اللي وصلت لشرطة الآثار أصبح من المفروض علينا إننا نقوم بالإجراء ده. على كل حال اطمنهم، أنا واثق إننا بالإجراء ده هنثبت براءة الدكتور علاء مش هندينه. طب يا حضرة الحكومة مش تصبروا شوية لما يرجع ولد أخوي؟ استريحي يا طم، مفيش فايدة.
تمام يا فندم. ايه في ايه؟ ما لقيناش حاجه في الدور الارضي. يبقوا فتشوا الدور الثاني. حاضر يا فندم. اعملوا لكم همه شويه عشان ما نزعجش الناس اكتر من كده. فينك يا غالي؟ فينك يا غالي تشوف البهدله اللي اتبهدلناها على اخر الزمن؟ هو الدكتور علاء هيتاخر كتير؟ لا ابدا، زمانه جاي. جات الحزينه طيف راح ما لقت لهاش مطرح. قال ما جوش يفتشوا غير والرزيه دي هنا، ما كانوا يطولوا بالهم لما عوضين يجي وياخدها. حقول ايه دلوقت لو لقيوني؟ حقول ايه؟ ايوه حقول شفتها ولا رايتها؟ تمام يا فندم، لقينا الشنطة دي تحت السرير، حطها هنا. ايه رأي سيادتك يا فندم؟ التماثيل من الذهب ولها قيمة تاريخية، وفي برديات كمان. ايه ده؟ كيف؟ مساء الخير. مقدم شرطة عمرو أبو الفتوح، رئيس وحدة مباحث المركز. محروس عبد العزيز، رئيس مباحث الآثار. أهلاً وسهلاً، بس ممكن أعرف إيه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هتعرف كل حاجة لما توصل معانا للمركز الشرطة يا دكتور. اتفضل. هات الشنطة. اتفضلوا معايا. اتفضل. ولدي ضناعي. يا حضرة الضابط، الشنطة دي باللي فيها أنا عمري ما شفتها قبل كده. أمال يعني إيه اللي وصلها لقطتك يا دكتور علاء؟ ما هو ده يا فندم اللي هيجنني. طب وجوابها دي تقدر تقول لي عندك فكرة عنها ولا لأ؟ يا فندم دي مؤامرة، أنا بريء. هدي نفسك وخلينا نتكلم بالعقل. أنا عايزك تتأكد إن إحنا عايزين نساعدك. دكتور علاء، لو في مؤامرة زي ما بتقول، أقدر أعرف مين اللي ممكن يدبرها وازاي وليه؟ يعني ما جاوبتش يا دكتور. لا يا فندم، تعبان قوي، مش متخيل ان ده ممكن يحصل. انا حاسس ان مخي هينفجر. عوضين ما فيش غيرها. ايوه هي مرض عوضين. بس اللي مجنني كيف عرفت انه مخبيها عندي هنا؟ ربنا حينتقم منها، ما حيسيبهاش زي ما وقفت حالي. البنت خلاص حيصرف نظر عني، مش حيتجوزني عاد. عتدي على مين يا بنت يا منصابح؟ بسم الله الحفيظ. خضتيني يا ست زكية، بعدي على مرة عوضين. مالنا بعوضين ومرة عوضين؟ مش كفاية المصيبة اللي احنا فيها دي؟ انت جرالك حاجة في مخك يا بنتي؟ في ايه يا خالتي بس؟ فيه ايه؟ باي روايح مزعلة خالتي ليه بس؟ اني زعلها؟ ما عاش ولا كان اللي يزعلها. طب خلاص روحي شوفي شغلك انت. شوفي شغلك قدامي. امشي يا خالتي. يا إيه؟ خالتي اهدي يا خالتي، ما انتيش خايفة تسيبنا وتطفش؟ ما تطفش في ستين داهية. أنا اللي بدي أفهمه إيه اللي مخيلها اليومين دول. طب بس تعالي احكي لي برا وهدي نفسك. أحكي إيه؟ أنا بقى فيا خلاص، ده الطين الوجع اللي أنا فيها المطيرة في الطين طين دي. فطوني في حالي، حرام عليك. يا أعصابي أنا عندي الصح اللي بيحصل لي ده. أعصابي إيه يا بنتي؟ احكي لي الأول إيه اللي حصل. أحكي إيه؟ أحكي إيه يا عزة؟ كل ما أزعج عليها أقول لها يا روايح ألاقيها في أوضة علاء. هتعمل ايه يا روايح؟ تقول لي عطمن. مش معقول، بس البنت دي بقى لها عندكم سنين وطول عمرها مثال للامانه والاخلاص، بس اصلها حاجه تحير. قصدك انها ممكن تكون ورا اللي حصل ده كله؟ ما هي الشنطه دي لا يمكن تكون دخلت الاوضه لوحدها، لازم يكون حد هو اللي حطها. وبعدين ما حدش بيدخل الاوضه دي غيرنا الا هي. عندك حق يا عز، عندك حق. طب اسمعي، ما تقدريش توزعيها كده لغايه لما نفتش في هدومها، يمكن نلاقي حاجه. تفتكر هو امل ضعيف؟
لكن مين عارف؟ أنا جات لي فكرة. سيبوها علي أنا. عزة تعالي معايا. إيه؟ تعالي بس. روايح يا روايح. روايح. أيوة يا ست عبير. تعالي. عايزة منك خدمة. من عيني. عايزاك توديني الخياطة اللي في الأقصر. بس مش واجب برضه أستأذن من سعودان ليزعل. أنا مستعجلة. تعالي معايا أنت يا عز. لا ما انت عارفه يا عبير انا تعبانه ومصدعه ومش هقدر. وبعدين ما هي روايح عارفه العنوان من جهه عوضين. سيبيه عليا انا. خلاص يا ست عزه وهو بالمره تنجلي التفاصيل بتاعه هدوم فرحي. الله انت هتفصلي عندها. امال ليه؟ عشان ابقى لايقه بمقاس عوضين. اللي ما قلتليش يا روايح هو عوضين بيشتغل ايه؟ راجل عنده طين 10 فدادين بحالهم وما يقعدش الا مع كبارات البلد. سغريب الدرديري وابن شيخ البلد وسي مسعود ابو السعود التاجر الكبير. امال ايه؟ يلا بقى عشان نرجع بسرعه. مش واجب برضه سعاد البيه يوصلنا بترومبيل بتاعه بدل المواصلات. لا اصل انا عايزه اتفرج على البلد واجيب حبه قماش كده. يلا رواي يلا ما تتاخروش. استناك. تعالي وريني اوضتها. يلا بينا. يا علي يا ترى هنقدر نفتح القفل ده؟ ما تشغليش بالك انا هتصرف وهفتحه بسرعه بسرعه يا عادل. المهم ان احنا نرجع كل حاجه زي ما كانت عشان لما ترجع ما تشوكش. الحاجات دي اللي كانت في الشنطة يعني دي من عهد فرعنا؟ اكيد طبعا. انت متأكد؟ جرى ايه يا عزة؟ انت ناسي ان الزميل علاء ولا ايه؟ غريبة. في ايه يا عادل؟ الميدالية الذهب دي مكتوب عليها نفس العبارة اللي قراها علاء على الحجر اللي كان عند غريب الدرديري. غريب الدرديري؟ على كل حال وجود الحاجات دي في حيازة روايح له احتمالين. يا تكون هي اللي سرقتهم من الشنطة يا إما تكون هي ورا كل اللي حصل ده. أكيد هي يا فندم. علاء علاء مستحيل يعمل حاجة زي دي. علاء ده طول عمره إنسان ملتزم ومستقيم. اطمن يا دكتور عادل الحقيقة لازم تبان. على كل حال أنا عايز الحاجات دي ترجع مطرح ما لقيتوها ومش عايز روايح تشك في أي حاجة لغاية لما أجيلكم. جرقاه يا عبير يا بنت عوقته ليه؟ وجعت قلبي وأنا ناقصة مش كفاية الهم اللي أنا فيه ده؟ معلش يا طنط أصل خياطة أخرتني واتفرجت على البلد. أنا متأسفة. هما العسكر دول جم تاني ليه؟ ما احنا بقينا ملطشة كل شوية والتانية دار جابر ابو حسين تتفتش. اصلهم بيقولوا ان في مساغ ناقص ورجعوا يدوروا عليه. عجايب. وكيف عرفوا اللي في الشنطة يا بنتي؟ هما ليه يا خالتي؟ اتاري الشنطة فيها كشف بالحاجات اللي كانت فيها. وريني الحاجات اللي عايزه تخبيها دي يا روايح. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا خدتنا منين يا بيه؟ قالي
ماليش دعوة، عوضين ومرضى هم السبب. ما تخافيش يا روان. ما دام حتقولينا على كل اللي حصل بالظبط، أنا هطلعك بالقضية زي الشعرة بالعجين. أنا مظلومة يا بيه، أنا مش جد عوضين ومرته، ده أنا غلبانة. اطمني خالص. لا عوضين ولا مراته هيعرفوا أنت قلت إيه. وأنا أوعدك إن إحنا مش هنجيب سيرتك في التحقيق خالص. بس اتكلمي. أتكلم؟ أتكلم أقول إيه؟ قولي على كل اللي حصل بالظبط. أبدا يا بيه، الحكاية وما فيها إني لقيت الأسورة دي مدملكة عن الأسورة اللي شبكني بيها عوضين. قلت أبدل دي بدي وأبقى أقول له في لحظة صافي. وهو فهم إني بدلتيها؟ لا، خفت وقلت أرجعها يا ودلها من تاني. وما رجعتهاش تاني ليه يا روايح؟ ما أنا كنت هرجعها يا بيه لولا أنتوا بس كبرتوا بقى. إيه؟ اهدي يا روايح. دلوقتي أنا فهمت أنت ليه أخدت الأسورة والدلاية، لكن اللي لسه ما فهمتوش ليه خبيت الشنطة تحت سرير الدكتور علاء. أنا هقول لكم، بس لو جوازتي باظت يبقى ذنبي في رقبة الحكومة. سيبها براحتها، ما دام مصممة على عوضين يبقى يتجوزوا في السجن. سجن؟ لا، ده أنا هتكلم وأتكلم كمان. السجن قال. أنا بعد اللي سمعته من البنت الشغالة ابتديت اتاكد ان في مؤامره فعلا. الحمد لله. بس اللي محيرني يا فندم ان عمري ما كان ليه علاقه بعوضين ده، ولا حتى عمري سمعت اسمه. هي البنت وهي بتتكلم عنه قالت انه بيجالس كبارات البلد. كويس، ويا ترى حددت اسماء الناس دول؟ هي قالت كام اسم كده، من ضمنهم غريب الدرديري ابن شريك علاء، وده اللي انا بشك فيه. لا. طيب وانت ليه بتتهم غريب بالذات يعني؟ انا وعلاء كنا بنشك فيه انه يكون من لصوص الاثار الفرعونيه، والظاهر انه شعر بان علاء بيشك فيه فحب يزيحه من طريقه. لا. وايه اللي سكتكم لغايه دلوقت؟ انا يهمني اعرف كل شيء بالتفصيل. انا مش قلت لك تهمل علاء في حاله؟ يا بكر يا اخويا، واني هملته هو ما هيهملنيش. وبعدين انا خايف في التحقيق يطق في نافوخه الجيب سيرة الحجريات، تويته حداك في المخزن القبلي. والله الجدع لك انا يقول ولا يعيد، بس انت اللي فتحت فتوح عليه وعليني. عليه هو بس يا بكري يا اخوي. صدقني صدقني يا بكري، بكره تروق وتحلى وتبقى على القوي قوي قوي. بويا درديري عايزك يا غريب. خير يا ابوي؟ اسمعني كويس يا ولدي، اني بعد اللي جرى لاخوك بكري صحتي في النازل طوالي. والزعل حيجيب ايه بس يا ابوي؟ غصب عني يا ولدي، ما فيش اغلى من الضني. أنا يمكن كنت مقربط عليكم حبتين، فجلي مضمن لكم عيشة مرتاحة ما تشوفوش اللي أنا شفته، وما تقسوش اللي أنا قسيته. أجيب لك حكيم يا أبوي. الشافي هو ربنا يا ولدي، أنا اللي يشفيني ويريحني إن أشوفك ماسك المكتب وعديره زين. شغلنا ده عاوز شقة طول العمر، وأنا بقيت عاجز كده. حاضر يا أبوي، على عيني.